في دوام الساعة الثانية من الليلة الماضي تم استهداف المدرسة النموذجية للأطفال في قرية وندعو من قبل الطيران الحربي الروسي بغارة صواريخ فراغية أدى إلى دمار معظم أجزاء المدرسة وتدمير حول 89 غرف وإلحاق الضرر بباقي المبنى بالمحق الآخر. وهذه المدرسة تخدم أطفال الريف الغربي وتخدم القرية، ومن فضل الله لم يكن هناك طلاب. الدمار أدى إلى تصدع باقي المنازل المجاورة، وصلت فرقة الدفاع المدني وتم الاطمئنان على صحة الحارس. وكما تشاهدون تم تدمير مدرسة بشكل كامل من هذه الغارة الغادرة.